خالاتي كانوا شيخات وكانوا مخزانقات دوك الشيخات ماشي شويخات توع بكري، وكانت شيخاتني وكانوا كيجيو عندهم البوليس خاطر خطر يدوز يشوفو، وانا كنتسخر ليهم باش نتسخر ليهم خصم كاع الرولا هذا كنتسخر ليهم ومراديش، وهي كانت تعطيني المناشر وكتلوحهم ليهم، ما رديش لقى البال واش انا كيدي واش فيك كنت صغيرة. ايوا هادشي ما كاين، وعادة بعد عاد الكتبة كنا نمشي مع دار المراقب كتكتب يحيى الملك يسقط فرنسا، وحنا كنحضيو ليها ديك الشعرة عندها شهادة الابتدائية، حنا باقيين حنا ما قارين تا كنعرفو تا حاجة. ايوا داز داك سيدي بقينا كوك متبعين معاه فين ما حنا معاه، هي بداتنا المرة الأولى بميسرة باش دخلنا معاه لهذا الميدان. تاريخ ديال محمد الخامس واش تنفع؟ انا هزيت حوايجي وجيت نجري، جيت عند صحاباتي قلت لهم راه زيدو وجدنا الفيسان وجدنا مواس وجدنا ليسانس وجدنا الشواقل ملي قرب الثوره وجدنا داك الشيء جمعنا قلنا شو غنديروا دابا. خرجنا في الليل تما 11 ولا 2 ديال الليل خرجنا محجوبه ورحمه ويزه من الحكنا السوق، وين نحيد لي صار اللي حتى لكم ندير ليه وانا نهز الرايه وانا نقول الجهاد لله حيا محمد الخميس يسقط الاستعمار حيا مولاي الحسن تحيا العيشه والجهاد لله ونور دائما الله. ملي شفنا العافيه شاعله وبنادم الغوط نايض والناس هاشي هارب خايف من العافيه شي خايف من اللي جو نصارها جاينا وخدوج طاحت نصرانيه قدامنا ضربتها خدوج وعاودت انا وعاودتها وهربنا بعد دعقنا للي جو جاي هاز الماتريات صافي هربنا دخلنا يا خدوج تفرقت عليا انا دخلنا كل واحد دريبه شطمه كتخرج المال للناس وكيعطيو الناس الشابو وكيعطيو الناس وكيعطيو الناس مو وانا اسمع ملي خزيت الفيديو خرجت مش دوني قلت الضرب كيضرب وقربوا يجيو والطياره كتضرب ما تمشيش قلت لهم لا علاش ما نمشيش انا غنبقى مع صحابي خليتهم قلت لهم لا انا باغي نموت شغلكم وطلقوني انا هذا ديك الصحه اللي عطاني الله جريت دير الرايه في ايدي والفيديو في يد وجريت قلت لهم انا باغي نموت ما عرفتش ديك الصحه القوه اللي عطاني الله جريت كل شيء ومشيت. الحاج سليمان خدوج ساهمت في صنع خريطة استقلال المغرب، قاومت بطريقة شعبية جميلة جدا، جزء لا يتجزأ من هذه الذاكرة الشعبية سواء على مستوى إقليم خريبكة أو على المستوى الوطني أو على المستوى الإنساني. قاومت واعتقلت وعذبت وهي امرأة نموذجية لأن استطاعت أن تستمر في هذه الرسالة الوطنية من خلال العديد من الأعمال ذات الطبيعة الاجتماعية ذات الطبيعة الإنسانية. هي صديقة الجمعيات هنا على مستوى مدينة خريبكة وخارج خريبكة، تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية، والجميل في هذه المرأة أنها لا زالت ليومنا هذا متمسكة بهذا الحق في النضال من أجل الحرية من أجل الاستقلال من أجل تقديم المزيد من العطاءات الاجتماعية على مستوى المدينة وخارج المدينة. قلنا نزقلو هما جاوب قرب البارود كيدير واحد عاد حدا اللي كتسمعو هما نحن دخلنا واحد الدريه في دب قادريه دخلنا رحمه لواحد الدار تسقلي يزت هي بعثنا تيطار من غير ما فلان مشات بقينا حنا دخلنا تخزننا هما وقفوا دقوا هو يدير الطهر اختي كتشطب غير تيمان قلت لها جاو ديوني قلت لها هربي قلت لها فين نهرب نهرب جدكم نتوما ودو امي ودو خوتي ودوكم ما نهربش انا درت هادشي اللي نمشي نتسولاه وعدي فين نهرب نهرب من السطح حيت كانت عندنا الدار في هاد الزنقه وهادي نهرب من تما نقص الدار خويا ومن تما نهرب نزيد كاع نخرج من تما قلت لها لا ما نهربش غادي يجيو امي يدوكم ودو قوتي ندير المشاكل انا درت هادشي اللي نمشي نقابل هادشي شحار وانا معلقه وانا كنشد العصا وترسينتي في البلايص الحساسه ودنيا في رجليا في كلشي داتي كلشي ترسينتي بس كنشدني ترسينتي ودرك ترسينتي ما كان ندير صافي كنموت.
في يديوني كنسقي الشجر، كنخدم في الديور ديال البوليس في كوميسيريا نجفف. المهم قال لي عيطوا لي، عيطوا لي جيت. ملي جيت قال لي فين التيو؟ قلت له راه، قال لي جيبو. جيتو قال لي عطيها الماء، رشها ضربها بالماء. وهي اش غادي نقول لك، بحال درت هذاك الشمس زنوي بحال عريانه والراس محسن. انا بديت كنبكي ما بغيتش. قلت لهم لا، نو مسيو نو مسيو نو مسيو. قال لي هما يسيروا عليا بالتيو والو، ضرب 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 راسي هنا، هو باقي نسمو راسي هنا ولا بحال اسمو داك التيو كضربو كيرجع. ما قلت لهم والو، قلت لهم كنبكي كنبكي نقول نو مسيو نو مسيو نو مسيو نو مسيو غازي نو مسيو نو مسيو نو مسيو. ويجي هذاك قال لي مال هذا؟ قال لي عرشاك. قلت لي نو مسيو نو مسيو. وي نقص واحد قال لي راه اختو. قال لي راه اختو. قال لي راه اختو. وبدا يعير. قال لي سير 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 تخدم. قال لي وقك عير فيهم. قال المحشوم ديروا لي بحال هكا. ما راه اختو هذه ما خصوش رشا. اللي سير قال لي سير سير سير. ومشيت انا رجعت كنسقي في الشجر. الطابلو كنتذكر فيه ملي كملو كنا قربو يدينا السجن تما، كان سبتمبر الاخر ديال سبتمبر، وكان هذاك النهار الحال سخون، وكان مع 12 مع شي وحده، ما كانش ملان بزاف. كانوا البوليس كلهم مشاو يتغداو، والبيرو ديال الكوميسير فوق خاوي، وطلعوهم يجفوا البنات. قالوا طلعوا تجفوا، وانا نجي نجري، وانا نسبق قنبه، واحد القنبه كنعقلها بيضه قنبه صغيره رقيقه، وانا نجر القنبه وانا نطلع هذاك. قلت بتعوت لي رحمه صاحبتي، قالت لي اش كديري؟ بغيت لها بغا يجيو بلا عيدي. قلت اش كديري؟ قلت لها ما طلعتش هذا الشيء شديتي. قلت لها خليه ربي قال لنا علاش انت وي تكون على منه. تتواجدوا في واحد معلمة تاريخية إن صح التعبير، وهي المتحف الجهوي المقام جيش التحرير. فهذا المتحف الذي هو عبارة عن مجموعة ديال المنشآت، يتم فيها عرض مجموعة ديال الصور التاريخية، مجموعة ديال الأدوات الإثنوغرافية، مجموعة ديال الشهادات الشفاهية للمقاومين اللي ساهموا في حقبة النضال. قبل ما يتحول هذا الفضاء إلى فضاء تاريخي، فهو كان في الفترة الاستعمارية مقر المراقب الفرنسي الذي كان يمثل السلطة الفرنسية في الإقليم. وفي هذا المكان الذي نتواجدوا فيه اليوم كان تنفذ السياسة الفرنسية في الإقليم، يعني في خريبكا وتزام الجعد والنواحي والدوائر. وخلال الفترة الاستعمارية تم اعتقال مجموعة ديال المقاومين، مجموعة ديال المقاومات، مجموعة ديال رجال الحركة الوطنية سواء في خريبكا أو وتزام أو بالجعد، وتم إيداعهم في هذا المكان وتم الزج بهم في هذه المنطقة، حيث تم تنكيلهم وتعذيبهم. ومن بين هؤلاء المقاومين السيدة خدوج سليماني. كنحس براسي أنا باطلة، كنبقى شي خط كنجلس وكنبقى نسترجع في الذاكرة وداك الشيء. كنشوف داك الشيء درتو، ما عمرني شفتو في شي فيلم ولا شفت شي حد دار. عاد داك المنظر ديال ديك عبد هز العلم وغادي، وكان اسمو الطياره كضرب، وانا غادي يحيي الملك يسقط في السمار. داك الشيء درت من اجل الله والوطن والملك، والناس كلها تحترمني. ما كاينش كيحل ليا زعما الناس اللي دخل بقى داك الشيء ديال عليا، الله يخلصهم عليه. سيدي عبد الواسع بمدينة قلميم، قبل شهرين دفن هنا تحت الثرى المقاوم لحسن بطل.
ومن هنا نبدأ فصول حياة مليئة بالشجاعة والنضال من أجل تحرير الوطن. ابن الصحراء لحسن بطل، وهو بطل للمقاومة وذاكرة للتحرير. روبورتاج أمين عدراوي، محمد قمر، رشيد عبقاري وعماد صابر. الاسم ديالي بطل زكريا، من مواليد مدينه قلميم، وانا ابن المقاوم بطل الحسن اللي هذه توفى هذه نهار 2 شهر 9 2015. يعني من خلال يعني في هذا الروبورتاج غادي نحكوا على المسار ديالو في المقاومه وجيش التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. هذه دابا واحد المدة ديال 2 شهر دابا باش توفى الوالد ديالي اللي هو المرحوم بطل حسن، اللي توفى على العمر يناهز 91 عام. هاد الوفاة ديالو كانت يعني أليمة بالنسبة للعائلة ديالو. حنا ديما يعني كل أسبوع أو كل يوم جمعة كنجو كنترحموا على الوالد ديالي هنا في هاد المقبرة اللي هي مقبرة سيدي عبد الواسع. وفاة ديال الوالد أثر فينا بزاف، ماشي غير حنا، حتى الناس ديالنا هنا في كرميم كعرفوا الصغير والكبير. زعما اي واحد سولتي على الحاج لحسن بطل كيعاود لك اللي وصلنا داك النهار فاش الوفاة ديالو، فاش جينا لهاد المقبرة هنايا. زعما ناس كاملين ديال كرميم كانوا حاضرين معنا ديك الساعة هنايا. الوالد ديالي الله يرحمه ويسع عليه، الاسم ديالو بطل حسن، ولد حسن بن حسين بن عدي. الام ديالو فاطمه بنت بوجه. المواليد ديالو من 1924 بإفران أطلس الصغير. عاش يعني الحياه ديالو يعني طفل وهو يعني يتيم، يعني خلاه الوالد ديالو يعني هو في سن الرضاعه. عاش حياة ديالو حياة يعني فقيرة في ذاك التاريخ. 31 سنة عشتها يعني مع الوالد ديالي الله يرحمه ويوسع عليه. يعني الحياة ديالو هو اللي كنت كنجلس معه وكيعاود لي يعني القصة ديالو على المقاومة، ويعني من فين كان وحتى فين، يعني الحياة ديال المسار ديالو التاريخي بحال جدوزو كان في قلميم الدار البيضاء بوزا. كان يعني كان مسار طويل وكان مسار صعيب، كانت فيه ديك القوة ديال بأنه مستعد يفدي نفسه لأجل هذا الوطن ومن أجل هذا البلاد، من أجل تحرير المغرب. الفرنسي ديك الساعتين كان في الدار البيضاء في عين السبع، كانت عنده صاكة كيبيع هادشي ديال السجائر، يعني كان بحال قلتي ديك الساعتين هو اللي كاع المستعمرين الفرنسيين ديك الساعة كانوا كيجيو عنده لهذاك المحل. وديك الساعتين درجوا الوالد يعني هذاك السيد خاصو يتفنى يعني يقتلو، هو ديك الساعتين هو اللي مكلف بهذيك المهمة. النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث ديما يعني كيمشي ويجي، يعني حتى النهار اللي يعني مكتاب على هذاك السيد باش يقتلو. يعني كان يعتبر من الخوانة ديك الساعة، يعني خلاه ديك الساعتين حتى جا الجيش ديك الساعة ديال الفرنسيين باش يجيو يتقداو يشرو عنده الدخان ويشرو عنده داكشي، يعني خلاه حتى جا عنده حتى هبطو كلشي. يعني هادوك بحال الا قلتي العسكر ما عندهمش سلاح، هما غير جاو يتقداو داكشي اللي غادي يتقداو ويمشوا بحالاتهم. يعني خلى حتى داك حتى جا داك هذوك الناس هبطوا باش يتقداو داكشي، يتقدو جا حتى هو بحال الى داخل معاهم، يعني شافوا ما يعني ما مساليش باقي بواحد اليد، واحد اليد الاخرى صافي، وهو يجبد السلاح ديالو ويتيري فيه
وصافي هذوك تخلعوا، قال لهم كل شيء يهبط الارض، هبطوا كامل، هسد عليه الريدوات، يعني كانت معه الزوجه ديالو، صافي كل شيء هبط الارض، وهو يعني سد عليهم الريدو وهو يليد بالفرار. الحاج الحسن بطل الذي هو يعني غني عن التعريف، والذي قاد واسدى الكثير وبلاء البلاء الحسن في دروب الدار البيضاء، وكان مع يعني زمرة وثيلة من كبار المقاومة الأبطال الذين في حقيقة كان لهم الفضل في تحرير المغرب. حضورنا اليوم في الحفل ديال تأبين ديال مناضيل كبير من لوزن ثقيل لبلاء البلاء الحسن من أجل تحرير البلاد ديالو ومن أجل الانتفاضة ديال 20 غشت اللي هي من الوقت اللي امتدت أيدي الاستعمار لرمز التحرير والوحدة. كان في الحقيقة المقاوم المجاهد حسن بطل كان من الرجالات كانوا استرخصوا أرواحهم ودماء وما يملكون من حياتهم أتلوا من أجل كرامة المغرب ووحدته واستقلاله وحريته ورجوع ملكه الشرعي. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة فقيدنا العزيز مكرمنا والمحتفى به في ذكراه 40. المقاوم المرحوم الحسن بطال هو أحد الرواد والذين انخرطوا في الحركة الوطنية والتحق بحركة المقاومة والفداء بمدينة الدار البيضاء، وسنه يومها في العشرينات 1944 لما انضم إلى صفوف الحركة الوطنية وناضل من أجل نشر الوعي الوطني وإلهاب الحماس الشعبي. ما لبث أن يلتحق بصفوف جيش التحرير في الأقاليم الجنوبية وخاصة في المنطقة ديال قبائل إتبع عمران، لما في 1957 كانت الانتفاضة تاريخية لقبائل إتبع عمران، وكذلك واحد العدد المعارك البطولية والملاحم اللي هو شارك فيها إلى جانب إخوانه من أبطال المقاومة وجيش التحرير بالأقاليم الجنوبية. أسرة الفقيد. تزوج الوالد ديالي بالزوجة الأولى، وكان عنده معها 6 ديال الإناث على 3 ديال الذكور. من بعد في 1983 تزوج بالوالدة ديالي اللي كان عنده معها 3 ديال الدراري وبنت واحدة، وحنا في المجموع ديالنا 13 ديال الإخوة. كانت علاقتي بالوالد علاقة ديال كأب الابن ديالو، يعني علاقة عادية، وكان في كل ما كنت كنريح معه كان ديما مسكين الله يرحمه الله يولي برحمة الله، كان كيعاودنا على الحياة ديالو ديال المقاومة وعلى هادشي ديال الاستعمار وعلى هادشي اللي كان على المغرب كيفاش كان وعلى كيفاش دابا، وكيقول الحمد لله المغرب كيفاش كان وكيولا دابا. هذاك الاسم ديال بطل نحسن، يعني كنتمنوا باش حنا نكونوا ديما هذاك الاسم ديما نكونوا ما خصناش نفرطوا فيه، يعني خلاه علينا الوالد، خلاه علينا يعني كاسم كتاريخ كمسار ديالو في المقاومه كحياه ديالو يعني كالناس كاع كيذكروا كل شيء بالخير. يعني حنا بغينا هاد الشم يعني هاد العائله هذه تكون يعني دائما غاديه في هذاك الدرب اللي كان غادي هو عليه.
حنا كنتواجدوا حاليا في فضاء ديال صيانه الذاكره التاريخيه والوطنيه للمقاومه وعلى جيش التحرير في اقليم قلميم. هذا الفضاء اللي تيعرف واحد النشاط جد مهم، خاصه انه تيكرس المجهود ديالو لتعريف الاجيال الصاعده والباحثين بملحمه ملاحم التاريخيه الوطنيه. الفضاء المتحفي يضم العديد من الصور والادوات الاثنوغرافيه والالبسه، وكل هاد بالنسبه للصور هي تضم صور ديال الاسره العلويه، كما هناك صور اللي تتهم المراحل ديال المقاومه من البدايه ديالها كمؤتمر انفال وثيقه ديال الاستقلال وبعض الاتفاقيات اللي كانت دارها المغرب ابان مفاوضه على الاستقلال. السلام عليكم. السلام. اهلا زكريا، لاباس بخير؟ كيف دايرين؟ صحة لاباس؟ دايرين مع الخطر؟ مع بخير الحمد لله، كلشي بخير الله يبارك بخير. هو هذا الخير كنشوف فيه غادي معاه ان شاء الله. من بعد العيد دابا لهاد الجهه راه ثاني بالنسبه للديور ديال السكن ديال الامام وديال المؤذن براسك فيني، وهذا الشيء الحمد لله راه صدقه جاريه، حنا دايرينها صدقه جاريه للوالدين ديالنا وسميتو الله يرحمهم. هذا المسجد اللي كتشوفوا هو اللي كيجمعنا بهذه العائله ديال المرحوم بطل، العائله الزويكي مع العائله المرحوم بطل. هاد الناس كانوا شاركوا في المقاومه بجوج، سي بطل كان في الدار البيضاء والحاج زويكي الوالد ديالي كان من ضمن الخلايا ديال المقاومه في قوليمين، وكان بيناتهم اتصال لان كان اسلحه كتمشي من هنا للدار البيضاء، وهذاك الشيء باش تربات العلاقه بيناتهم وتوطات بزاف. هاد الناس الله يرحمهم ساهموا بهذه القطعه الارضيه لهذا البناء هذا المسجد. المساحه ديالها ما يزيد على 1300 متر كاري، ودرنا شراكه مع المحسنين، وان شاء الله هي هذا الجمع هو اللي كيجمعنا بهذا العائله وكيجمعنا بهذا الناس ديال هذا الحي اللي كيكنوا لهاد الناس بجوج هاد المقاومين كيكنوا لهم احترام وتقدير. بعينية ديال المرحوم الحاج بطل كان نحيو ذكرى ديالو، كان نحيو ذكرى ديال جميع المقاومة، ونترك الوالد ديالي الله يرحمه كان من بين هاد الناس ديال المقاومة. هاد البروسيس فيربال كيدل على هاد الناس ديال المقاومة اللي تشدو مع الوالد، تشدوهم في بوجريك وداوهم للدار البيضاء لاكادير، من اكادير داوهم للدار البيضاء، ومن الدار البيضاء رجعوهم للحبس ديال بون المهرس. هادي هي الصور ديالهم، هادوك 11 هما كانوا اصلا 12 من هاد الخليه ديال المقاومه اللي في قوليمين، كان اصليا كان 12، واحد فيهم هو ما يحل هرب ما شدوش. هاد الناس الله يرحمهم كيحكوا لنا على الصدقه ديالهم اللي كان صدقه متينه وصدقه كانت مخلصه للوطن، وكيفاش حنا ما نكونوش حنا نسخه الصوره. احنا كنبغيو نتلاقاو بيناتنا ونتعاودوا ونتعاونوا، لانه بواتنا تعاونوا وتعاونوا على الخير وتعاونوا على تحرير الوطن وتعاونوا. احنا دابا الحمد لله عايشين في واحد الاستقلال وعايشين، وكيفاش ما نتلاقاو وما نحيو ذاك الذكرى ديال هذوك الناس. الوالد ديالي بطبيعه الحال كان يحب هذا الوطن، من بين يعني اللي خلاه يحب هذا الوطن، وكان ما كيبغي هذا الوطن يعني ما غاديش يدخل في هذه الحركه ديال المقاومه على جيش التحرير. يعني يحب الوطن ديالو ويحب ملكه، يعني الله الوطن الملك. جيل المقاومه فخر للوطن، قوه يستمدها الجيل الحالي من اجل الاستمرار في كتابه تاريخ المغرب. اجيال بعدها اجيال، ودورنا البحث عن نقاط الضوء وعن مكامن النجاح.
نلتقي الشهر المقبل بحول الله. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.